كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. ارتفاع ديال الأسعار وخصوصا بالنسبة للمواد الأولية واللي زادت أزمة على أزمة بالنسبة لشرائح واسعة من المغرب، واللي بينات الجائحة ديال كورونا بأن كاين هناك 23 مليون مغاربة محتاجين الإعانة. إذا لا زدتي عليهم في الأسعار والأجور مجمدة، ولا الناس تم تسريح ديالهم، لأن في كورونا كان مليون ديال الناس اللي خرجوا، يعني تم تسريح ديالهم. هاد الناس اش غادي ياكلوا؟ هاد الناس كيفاش غادي يصونوا الكرامة ديال وليداتهم ويعيشوا داخل الأسر ديالهم؟ ثم أنه بهذه الجائحة خلقوا واحد النوع ديال البينوري، كيقول لك نقص المواد، نقص نقص نقص، وزادوا في الثمن ديال المحروقات. وانتم تتعرفوا الثمن ديال المحروقات إلى ارتفع كينعكس على كل شيء، لأنه مرتبط بالناقل، مرتبط بواحد العدد ديال الأمور. ولهذا حنا بالنسبة لنا كنقولوا للدولة المغربية والشعب الفقير أنه خاص تسقيف ديال الأسعار ديال المواد الأولية، ماشي غير الماكلة. ربع الدول كتهضر حتى على 5 ديال الخضر و5 الفواكه، خص ياكلوها الدراري وياكلوها الاسر الفقيره، باش الماء والكهرباء حتى هو خص التسقيف ديالو، وكذلك البترول. وهذه مناسبه خاص الدوله تعيد تشغيل هذيك المعلمه ديال لاسامير باش نقوموا بالتكرير ديال واحد الجانب ديال محروقات ديالنا، ونامنوا جانب من الامن الطاقي باش يمكن لنا ما نبقاوش عرضه. لانه اليوم ثمن الباريل ربما 120 حتى 130 دولار البرميل، راه في نهايه السنه راه غادي يولي ب 180. كي غادي نديروا؟ كي غادي نديروا؟ كي غادي نديروا؟ حنا ما عندنا امن طاقي، كيفاش يمكن غدا نفكروا في الامن الغذائي وحتى الامن المائي؟ اللي انا عاده جايه من جهات نائيه، الناس ما عندهاش ما تشرب، الماء ما كاينش. علاش؟ لان عطينا ضيعات كبار لواحد الناس اللي هما ماشي فلاحه، الناس اللي كيستغلوا الارض وكيهبطوا بالصوندة حتى 500 متر، ما بقاوش خلاو الفلاح الضعيف والفلاحه كيفاش حتى هما يديروا، تكون عنده واحد ضيعه. اذا حنا عندنا اختلالات كبرى في هذه البلاد، واذا كان اليوم كلام على نموذج تنموي جديد وعلى واحد البرنامج حكومي، هاد الناس خصهم اعاده النظر في الاختيارات كلها اللي دارت وكانت خاطئه ولا ديمقراطيه، ونديروا قطائع واننا نحميوا الطبقات الفقيره باش نعاود بالفعل نخلقوا واحد طبقه متوسطه، ونهضوا بالعالم القروي، واننا نحافظوا على المداخل اللي غتامننا غدا الامن الطاقي والغذائي والمائي، وتضمن الكرامه المغربيات والمغاربه. وهذا الشيء ما يمكنليش يتدار بتدابير او رتوشات، هذا الشيء خصو يدار باصلاحات عميقه في البلاد من غير الدستوريه والسياسيه. خاص اصلاح ضريبي، الثوره اللي بغينا اليوم على مستوى الاصلاح الضريبي باش يمكن لنا الناس اللي عندها تخلص، اللي ما عندوش ما يخلص. خاصنا يعني ضريبه تصاعديه على الدخل مع اعفاء المداخل الصغيره والكبار. راه كاين بعض الدول اللي عندهم هذاك الناس اللي عندهم مدخل كبير وثروه كبيره كيمكن يخلصوا حتى 90% باش يمكن لنا نعمروا الصندوق ديال الدوله باش نلقاو باش نمولوا يعني الصحه والتعليم. اللي اليوم حنا كنعيشوا تصحر صحي، باقي النساء كيموتوا لينا في الولاده، وعندنا يلا 5 ديال المراكز الاستشفائيه الجامعيه، وحنا عندنا 12 جهه خص يكون عندنا 12. خاصنا 100,000 طبيب وممرض مساعد فينا هما، خاصنا 100,000 استاذ واستاذه باش نقلصوا من الخصاص فينا هما. وهاد الناس غادين في ليبراليه اكثر توحشا، وفي التوظيف بالعقده عوض انهم يفتحوا المناصب ديال الشغل في الوظيفه العموميه اللي اليوم كيناقشوا مع النقابات، ولكن اي نقاش خصو يكون ديال تغيير الانظمه السياسيه في اطار الوظيفه العموميه باش يمكن لنا. فين هو التشجيع ديال المراه باش تشتغل؟ فين هو هاد الشباب؟ فين هي الفرص الشغل؟ كنقولوا ما غنوظفوش كل شيء في الوظيفه العموميه، واخا، وفين هي الفرص باش يمكن لنا هاد الشباب انهم يطلعوا المشاريع ديالهم؟ فين هي هاد البنكه اللي قادره توقف معاهم وتمولهم، ولا الابناك ديالنا كتمول غير الاغنياء؟ فين هي المشاريع اللي هي قابله باش تنجح اليوم على مستوى كل جهات الوطن اللي عندها خصوصيات وخصنا ناخذوها بعين الاعتبار؟ يعني فين هو المحاربه ديال الريع والرشوه اللي يعني تهدر اموال كبيره في البلاد؟ فين هو يعني هاد الجهويه الحقيقيه اللي بغيناها تكون يعني كاينه في البلاد باش يمكن لنا اننا نتقدموا؟ ولكن كيبقى يعني مع الاصلاحات كلها راه ما يمكنناش نتقدموا لما حافظناش على المدخلين الاساسيين ديال الكرامه الانسانيه اللي هو المدرسه العموميه والصحه العموميه. خاصها تكون موحده وموفره للجميع باش يمكن لنا غدا نوجدوا الكفاءات الكافيه للبلاد ديالنا في كل التخصصات، عوض اننا نركع تحت توجيهات المؤسسات الماليه اللي اليوم كتقولنا كليه الطب خاصها تكون بالفلوس، المدارس المهندسين خاصها تكون بالفلوس، كل حاجه خاصها تكون بالفلوس. فين غيقراو وليدات هذا الشعب اللي عطاونا بالامس القريب؟ عطاونا عبد الجبري، وعطاونا مهندسين، وعطاونا باحثين، ورا اليوم الشباب ديالنا راه ما لقاش بلاصتو، راه غيبقى يهاجر
وهذا نزيف ما بعده نزيف، خاص الدولة أنها تنتبه له وتعمل المعالجة اللازمة.